الله صباحكم، كيف حالكم يا أول؟ إن شاء الله دائما وأبدا بخير. اليوم يا صف أول حصتنا لهذا اليوم بمادة الرياضيات. إحنا بدينا بوحدة، بعد ما كملنا وحدة الجمع بدينا بوحدة الطرح، قلنا هي عمليات حسابية، أخذنا عملية حسابية الجمع، فاليوم ناخذ نكمل من الطرح. بدنا نبدا الطرح بالعد التنازلي. اول شيء بدي احكي لكم عن الاهداف اللي احنا اخذناها. اخذنا اول هدف، ما اول هدف كان الطرح ضمن العدد 10. كيف يعني؟ اني انا بقدر استخدم اصابعي واطرح ضمن العدد 10، ما طلعت عن العدد 10. فالان انظري الى جمله الطرح الاولى، 9 ناقص 6 يساوي مربع. اذا هي اشاره الطرح بين العددين، اشاره اليساوي قبل الناتج قبل الجواب. الآن شو شرط الطرح؟ قال إني أنا أكون دائما الأسد بالأول مثل ملك الغابة، أنا ما بحب أكون صغير زي الجمع بالأول. فعشان هيك الطرح لا يمكن أن يكون عملية تبديلية إني أبدل أماكنهم. فانظر، 9 ناقص 6 يساوي مربع الجواب. هل تستطيع أن تضع 9 على أصابعك؟ نعم، انظر هي 9، 5 6 7 8 9. كم بدي اخذ من التسعه؟ كم راح منهم التسعه؟ كم بقي من التسعه لما راحوا السته؟ انعد، هي 5، ما برجع اقول 1 2 3، هذول 5، ما انت عارف انهم 5. 5 6، كم بقي على اصابعي؟ 3. اذا استطعت اني احط 9 واقيم منها 6 ويبقى الناتج 3. طيب يا صف اول، بقدر امثلها على خط الاعداد؟ نعم، انا اخذت الطرح باستعمال خط الاعداد. خط الاعداد يا صف اول زي ما قلت لكم بيبدا من اليسار الى اليمين، عباره عليه ارقام. خط الاعداد يجب ان تكون متتاليه والمسافه بين كل رقم متساويه. ببدا من 2، ببدا من 10، عادي ما في مشكله، المهم تكون الاعداد متتاليه يعني ورا بعض. يعني 2 لازم يجي وراها 3. الآن اتفقنا إن الطرح شو بحب؟ العد التصاعدي، بحب يصعد يكبر، ولا تنازلي لأنه بحب ينقص؟ نعم أحسنتم، بحب التنازلي. من وين ببدأ بالتنازلي؟ من اليسار إلى اليمين ولا من اليمين لليسار؟ فكر جيدا يا صديقي، فكر يا مفكر. أحسنتم، يبدأ من اليمين إلى اليسار. الآن بحدد وين العدد اللي ببدأ فيه الكبير، وين هو ادور عليه على خط العدد. وجدتك، احسنت، ضع اشاره اكس عليه، وقف عند العدد 9، العدد اللي بدي ابدا من عنده. يا ترى 9 كم قفزي لازم تنزل؟ بدها تنزل، ما قلت بدها تصعد، تريد ان تنزل. الان نبدا 6 قفزات، 6 عدد القفزات. 1، لان بضع اتجاه السهم لازم اعرف انه ها من اليمين الى اليسار، من اليمين بدا لليسار، ضع إشارة 1. إذا القفز 2 3، أحسنتم، أسرع يا صف أول. 4 قفزات كمان ولا خلاص؟ لا كمان يا معلمة، هي 5 قفزات، خلاص كفي، كثير قفزت. لا يا معلمة، 6 قفزات بقول لك. إذا بعد علي 1، كملت قفزاتي، قفزت، انظر إلى اتجاه السهم، لازم أضع اتجاه القفزة، لما وضعته ما بعرف تصاعدي ولا تنازلي. هاي اتجاه السهم بدلني على اني قفزت تنازليا. الان يا 9، لما انت نزلتي 9 6 قفزات، وين وقفتي؟ محل ما وقفت يا صف اول بكون هو الناتج. كم الناتج؟ 3. اذا انا حليت صح وحليت على خط الاعداد صح. يوم الاربعاء شرحت لكم الطرح باستعمال الضعف، والضعف يعني العدد مع نفسه، بصيرش اجيب عدد ثاني. مثال 3 زائد 3، العدد مع نفسه. انتوا حافظينها 3 زائد 3 قديش يا صف اول؟ 6، رائعين. الان طلب مني اكون جمله طرح من حقيقه الضعف. الطرح ما بيقبل انه يكون بالاول صغير، ما بيقبل. ملك الغابه ماذا تريد؟ اريد العدد الاكبر. من هو؟ 6، احسنتم، رائعين، اسرع يا صف اول، هي اشاره الطرح، ما بصير انزل اشاره جمع. 6 بتقول اطرحيني من اي واحد من اولادي، بدي اطرحك منها، هاي طرحتي. ضل عندها ولد، بجيبه هو الناتج. هل استخدمت أرقام أخرى؟ لا، 6 الناتج بالأول، بستخدم ضعف العدد، مرة بيجي مطروح منه ومرة بكون هو الناتج. 6 ناقص 3 يساوي 3. ولو حبيتي تتأكدي من حلك وجمعتي 3 زائد 3 شو بطلع جوابها؟ 6. هذا ليوم الأربعاء،
كنا ماخذين هاي انواع الطرح. اليوم يا صف اول انا كل ما بدي اعطيك جواب مساله أو جمله طرح، بدك تروح تفكر لي بخط الاعداد او لا، انا بدي طرح عادي. انا رحت على التاجر معاي 17 قرش 17 قرشا، بدي اشتري دفتر حقه 8 قروش، احكي له والله استنى يا تاجر انا والله بدي اروح ارسم لك خط الاعداد، لا استنى بدي اروح اشوف مين حقيقه الضعف واطلع له، لا. اذا ما حدد لي السؤال قال لي اطرحي بشكل عام 17 ناقص 8 يساوي الناتج، العدد الاول هو الكبير ولا لا؟ اذا مسالتي صح، بصير اقول 8 ناقص 17 لا، وضعت العدد الاول الكبير بالاول. الان بدي اعد تنازليه، انا عندي اصابعي يا صف اول هيهن، هي عندي الايدين الثنتين يا 17، شو بتحب انت يا الطرح؟ بحب العد التنازلي، خبيها بعقلك ال 17 هيها هيها خبيها بذاكرتك. شو ماذا تريد يا 17؟ اريد ان اعد تنازليا، بدي انزل يا صف اول، بدي اعد كم قفزه بدك تنزلي؟ قالت بدي انزل 8، خليها تنزل، يلا الاصبع الاول الاصبع الاول 17 في ذاكرتي، مين قبلك؟ مين بسبقك يا 16؟ يلا روح على الاصبع الثاني، يلا ساعدني مش سامعك، احسنت 15، يلا اسرع رائعين والله انكم شطورين الله يرضى عليكم، 13 12، انا بدي كم قفزه تنزل؟ 8 قفزات، هي قفزه قفزتين 3 4 5، بدي اكمل من ايدي الثانيه 6 7 8، لهون بدي اوقف، بحط نقطة 1 2 3 4 5 6 7 8، بس 8 أصابع حضر بدي أستخدم، بدي أنزل على 8 أصابع 12 11 10، شو اللي قبل العشرة؟ 9، خلاص ولا كمان يا صف أول؟ لا يا معلمة خلاص، هي 8 قفزات نزلتي، هي قفزة قفزتين 3 4 5 6 7 8 يا معلمة، نزلتي 8 قفزات. طب نمثلها انا وياكم على اصابعنا، يلا حط 8، هي 8 8 17 في ذاكرتي، يلا 8 انزل يا صف اول، يلا 16 15 14 13 12 11 10 9 9، اذا انا شو الجواب اللي لازم احطه بالاول هون؟ احسنتم رائعين، الناتج 9، الناتج 9. نذهب إلى المسألة الثانية، الجملة الثانية، العدد الأول بالأول 15 ناقص 3، الآن هاي أصابعي، هاي بخبي ال 15، خبيها بذاكرتك يلا حطيتوها، رائعين أحسنتم يا أبطال، كم قفزة أحط على أصابعي؟ 3، 15 بدها تنزل 3 قفزات، 15 يلا نزلوها، 14، 13، 12، رائع ممتاز انت رائع، نزلها 3 قفزات طلع الناتج 12، يلا نحط ال 12 في ذاكرتنا ونخبيها، قديش احط على اصابعي؟ 9، يلا 12 خليكي هون انتي، انتي حابة تنزلي كم قفزة؟ بدك تنزلي 9 قفزات، هي 9 هيهم 5 و4، هي 9 لانه هيك 10، اما خبي واحد بصيروا 9، 12 مين قبل ال 12؟ نسيت انا قبليها بدها تنزل، لازم تصغر ال 12، اسف 11، سمعوني 10 9 8 7 6 5 4 3، رائعين احسنتم يا ابطال، الناتج 3، رائعين. نذهب الى المساله الاخرى، 11 ناقص 6 يساوي الناتج المربع، انت العدد الاول الكبير لا تزعل، هينا حاطينك دايما بالاول بالطرح، بنخبي ال 11 بذاكرتي وبنزل 6 قفزات، هي 6، 11 ما بحسبها بخبيها ما بجيب سيرتها، 11 انزلي يلا انزلي، مين قبل ال 11؟ 10 9 8 7 6 6، مين قبل 6؟ 5، ممتاز انت رائع يا حبوب، 5 احسنت يا بطل. نكمل؟ طب إذا إنك شاطر 16، أنا ما بدي أستخدم أصابعي بهاي ورح تعرف ليش، 16 ناقص 8 يساوي مربع للناتج للجواب، أنا ما بدي أخبي 16 وما بدي أحط أصابعي 8، بتعرفوا ليش؟ مين بالشاطر بيعرف؟ مين؟
لانه بيقدر يحلها من دون، بتقدر تحلوها من دون ما تنزل تنازلي. انا ممكن اقول لك الثمانية مين حقيقة الضعف الها؟ مين حقيقة الضعف للثمانية؟ ثمانية. يا ترى ثمانية وثمانية 16؟ خلينا نتأكد. 16 في ذاكرتي بخبيها، كم قفزة بدي أحط على أصابعي عشان أنزل؟ 8. هي الثمانية 5 و3. الآن 16. يلا بدها تنزل. 16 بدها تنزل يا حبايبي، يلا. مين قبل 16؟ 15، ممتازة. انزلي كمان. 14، رائعة. 13، 12، 11، 10. مين قبل العشرة؟ أسرع. 9. 8. ممتازة، رائعة. إذا أخطأت يا صديقتي، أنا وياك أخطأنا. لماذا؟ من نعيد المسألة، أخطأنا في التنازل أنا وياك. خبي 16 في ذاكرتي، خبيتها. الآن ننزل 8. 8 أخطأنا، حكينا الناتج 9، لا أخطأنا. خلينا نعيد، ممكن إحنا صح كنا. 16 خبيناها، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8. إذا إحنا كنا حلينها خطأ بالأول، أحسنتم، رائعين. إذا 8 و8، 16 حقيقة الضعف هيئة. أحسنتم. آخر جملة للطرح، 19 ناقص 4 يساوي مربع الناتج. الآن مين اللي بخبيها، الأربعة ولا 19؟ أحسنت، يلا خبيها بذاكرتك، خبيها. هي 19، كم أصبع بدك تحط على أصابعك؟ 4، رائع. هي 4، 19. شو أحكي، أصعد ولا أنزل؟ انزل يا معلمة، الطرح ما بحب إلا العد التنازلي. 19، مين قبل 19؟ 18، 17، 16. شو اللي قبل 16؟ قبل 6، 15. ممتاز، رائع يا صديقي، 15، بطل الأبطال. سأرفق لك ورقة عمل عن الطرح عن طريق العد التنازلي، كما تحدثنا إنك بتخبي العدد الكبير وبتعد تنازليا على أصابعك حتى تجد الناتج. هل أنا طرحت باستخدام خط الأعداد باستخدام الضعف؟ لا، أنا وضعت العدد الكبير في ذاكرتي وعدينا تنازليا كما استخدمنا خط الأعداد. شكرا لكم يا أحبائي الصغار، حلوا ورقة العمل أنت وماما، وأي سؤال تستصعبه أو مش عارف ارسل لمعلمتك بتساعدك. وشكرا لكم يا حبايبي.